هل يمكن لبلد شراء بلد آخر؟ في أوت 2019 أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضجة عارمة عندما طلب من مساعديه البحث عن إمكانية شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك. وكما ذكرت قناة فوكس نيوز، أوضح ترامب أنها بشكل أساسي صفقة عقارية كبيرة، وقال إنها ستفيد الدنمارك التي تقدم مئات الملايين من الدولارات كدعم للجزيرة كل عام. وقال ترامب: لذا فهم يتحملون خسارة كبيرة، ومن الناحية الاستراتيجية سيكون ذلك لطيفا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. سرعان ما أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن عن رفض بلادها لأي صفقة، مشيرة إلى أن جرينلاند منطقة تتمتع بحكم ذاتي داخل الدنمارك منذ سنة 1970، ولديها برلمانها المنفصل ورئيس وزرائها وعالمها الخاص، وهي ليست ملكية دنماركية خاصة ليتم بيعها. وأوضحت وفقا لتصريحاتها في صحيفة سيرميتسياك الجرينلاندية قائلة أن جرينلاند ليست للبيع، جرينلاند ليست دنماركية إنما جرينلاندية، وآمل بصدق ألا يكون هذا الأمر جديا. جادل البعض بأن مصلحة ترامب في شراء جرينلاند لم تكن أمرا غريبا، فمن القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين اكتسبت الولايات المتحدة الكثير من أراضيها من خلال عمليات شراء الأراضي، بما في ذلك شراء لويزيانا سنة 1803 وصفقت سنة 1867 لشراء ألاسكا من الحكومة القيصرية لروسيا. وقد قامت الولايات المتحدة والدنمارك بأعمال تجارية من قبل، على الرغم من أنها كانت منذ أكثر من قرن بقليل. في سنة 1917 اشترت الولايات المتحدة جزر العذراء من الدنمارك، وبالعودة إلى سنة 1946 قامت إدارة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة هاري ترومان بتقديم عرض سري لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك كما ذكر في الإذاعة الوطنية العامة. ومع ذلك فإن الصفقة التي اقترحها ترامب أخذت أصداء أكثر من كل سابقاتها، لأنه عرض شراء جزيرة أصبحت في الواقع الآن ومن نواحي كثيرة دولة منفصلة داخل دولة. هل يمكن لدولة ما أن تشتري دولة أخرى بأكملها؟ إنه مفهوم محير للعقل. هل حدث ذلك من قبل؟ هناك مثال تاريخي واحد على الأقل لذلك، حدث في القرن التاسع عشر. بالعودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، عقد ملك بلجيكا ليوبولد الثاني ومجموعة من المستثمرين صفقات مع مئات من الحكام المحليين، وفي النهاية ادعوا السيطرة على حوض نهر الكونغو بأكمله تقريبا. جمعت المجموعة الأراضي المشتراة وأعلنوا أنها دولة مستقلة جديدة، دولة الكونغو الحرة، وليوبولد ملكا عليها. تم الاعتراف بالدولة الجديدة من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى في مؤتمر برلين في سنة 1884، مما منحها قشرة رقيقة من الشرعية. تبين أن ليوبولد كان حاكما جشعا ووحشيا بشكل مرعب، فعلى سبيل المثال للحصر أجبر العديد من الكونغوليين على العمل كعبيد في مزارع المطاط، حيث أبقاهم المشرفون المسلحون بالسياط اللولبية المصنوعة من جلد فرس النهر المجفف منضبطين. في نهاية المطاف تنامى الغضب الدولي ضد فظائع ليوبولد التي تسببت في انخفاض عدد سكان البلاد لأكثر من النصف، لدرجة أنه أجبر على التخلي عن حتى على عرشه في بلجيكا، حيث نقل السيطرة إلى الحكومة البرلمانية البلجيكية في سنة 1908 مقابل دفع مبلغ قدره 50 مليون فرنك بلجيكي، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 40 مليون فرنك لمؤسسة الملك وتحمل 110 ملايين أخرى من الديون. قد لا يبدو هذا كثيرا بالنسبة لأمة بأكملها، لكن تذكر أن ليوبولد قد سرق بالفعل كميات هائلة من الثروة. القانون الدولي اليوم: إن شراء بلد بأكمله يبدو اليوم مسألة أكثر تعقيدا، كما هو الحال بالنسبة لشراء أراضي كبيرة بإقليم لويزيانا أو صفقات ألاسكا. يوضح الأستاذ جوزيف بلوشر في كلية ديوك للقانون قائلا: كان هذا النوع من الأمور شائعا جدا، وقد جعلت القواعد القديمة للقانون الدولي الأمر بسيطا للغاية، فقد كان على الدول المعنية بشكل أساسي الاتفاق على السعر فقط،
ولكن المشهد القانوني قد تغير في القرن الماضي، فلا تنطبق القواعد القديمة على علاقات اليوم. والأهم من ذلك أن ظهور مبدأ تقرير المصير يعني أنه لكي يكون بين الأراضي المأهولة بالسكان شرعيا، يجب أن يستند إلى موافقة السكان الذين يعيشون في تلك الأراضي. لذلك حتى لو امتلكت الدنمارك غرينلاند كما قال الرئيس، فسيظل من حق سكان غرينلاند أن تتم مشورتهم في الأمر. تشرح ريبيكا ريتشاردز، أستاذة محاضرة في العلاقات الدولية بجامعة كيلي في نيوكاس بالمملكة المتحدة، قائلة: بصرف النظر عن القانون الدولي والقانون المحلي، من الصعب أن ينظر إلى بيع الأراضي على أنه سلوك مقبول في النظام الدولي اليوم، لا سيما عندما تكون المنطقة المغربية المعنية عفوا منطقة مستقلة. هذا السلوك قريب بشكل غير مريح من الممارسات الاستعمارية، ومن الصعب جدا تخيل الموقف حيث يكون هذا مقبولا، لا سيما بالنظر إلى الدول المشاركة فيه. بمعنى آخر، قد يكون كل هذا مجرد حجة خلافية، وليس فقط لأن الدنمارك رفضت فكرة بيع غرينلاند. يشير روبرت ديتس، كبير المستشارين السابقين لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأستاذ السياسة العامة في كلية السياسة والحكومة بجامعة جورج ميسون في فيرجينيا الأمريكية: لا معنى لشراء وبيع البلدان من الناحية الاقتصادية، فهنالك طرق أكثر فعالية للحصول على الأشياء التي نريدها. وبدلا من شراء الأراضي، يشير ديتز إلى أنه من الأسهل والأرخص استئجار الأراضي للقواعد العسكرية ببساطة، أو إبرام صفقة بشأن حقوق استخراج الثروة المعدنية مثل مخزون غرينلاند من المعادن الأرضية النادرة والتي تعتبر ضرورية للتكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية. يبدو أن رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسون توافقه في هذا، كما قالت مؤخرا لمحاور تلفزيوني: لحسن الحظ انتهى الوقت التي تشتري فيه وتبيع دولا وسكانا آخرين.